Allô? Mille mains. الو ايوه الو مرحبا يا ابني. اهلا وسهلا. لو سمحت، في عندي فيديو لسلبينا بدي اياك تنشر لي يا ابني. مين حضرتك انت؟ سامعان الصوت؟ انا مو غريب علي. انا مواطن اسرائيلي، مواطن سوري اسمي. سلبينا صوره يستر اختك. استنى بس لحظه، بس صوره امك. معي تليفون. بس دقيقه. صوره معلم، صوره بس دقيقه. شوف معي، بس شوف مين معي. معلم صورنا. بس هذا في مين حضرتك؟ معي مواطن بس بدي انزل فيديو. انا اسمي بشار الاسد. بشار اسد. بس اطلع حمى. شو بشار؟ شي على قولك دي مقطع. شيل البرميل من ايدك شوي بس بدي اخذ صوره. لك بس استنى شوف. بركيتاب بركيتاب اختك يستر اختك. ابني اسمعي معلم. الله معك حبيبي، الله معك. لو سمحت، انا عندي فيديو جديد بدي نزله على سلابينا. انا وعم دمر الجامع بريف الشام. ما بدي حبيبي، بدي فيديو فكاهي. انا ما بنزل غير فكاهي على سلابينا. يا ابني انا فكاهي، من كثر ما لي فكاهي الناس صاروا يسموني الفكاهي. احرق ديبك شو غليظ. اذا عندك شي فيديو لماهر؟ ماهر لبس بدله بس طلعت صغيره عليه، تنزله بسلابينا. بس بخاف اذا شافني نزلت فيديو يحرق الشام وحلب مع بعضهم. لا نزله. بس لا، ما بقول له انك انت بعثت لي الفيديو. يلا بعث لي الفيديو بنزله. طيب يا ابني بس بعد اذنك لا تخلي اسماء، اعملها بلوك الاسماء لانه صايره عم تغار علي كثير. انا ما يحبوني البنات. خلص غنوا لي بنحبك. وشهرزاد شهرزاد خليها بالصف. لا يا ابني لا تحكي بالعرض، لانه بس تحكي بالعرض بصير بحكي بالطول. ديفك شو مهضوم، بيلعن روحك بأضمك. لا تسبر، لا تسبر روحي، سبر روحي. طيب ماشي، خلص يلا بعث لي الفيديو على الواتساب. معك رقمي؟ لا ما معي رقمك، بس خلي رامي مخلوف يبعث لي وببعث لك اعلانات مع رامي مخلوف يا ابني. يعني خلص، اذا في رامي مخلوف في عمله يعني. يلا عمل قد ما بدك، عم نسرق الاثار كل سوريا ونبيعها كلها لبرا لاسرائيل لروسيا. طيب خلص ماشي، يلا بعث لي الفيديو. مع السلامه يا ابني. بعته حبيبي، يلا باي. مع السلامه. باي. مع السلامة. مع السلامة. سيلفي. سيلفي فيديو. يلعن روحك. يلعن روحك يا حافظ، يلعن روحك.